الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا، ثم الصلاة والسلام سرمدي على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ومن تلا كتاب ربنا على ما أنزل. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي، وقال في القرآن عنه: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. إخواني وأحبابي في الله، أولاً أشكر الشيخ عمر باري على هذه التنبيهات والإرشادات. دائماً إذا التقينا مع شيخ عمر يكون بيننا معركة شديدة، وعلينا أن ننتبه دائما، هم ينبهوننا ويحذروننا، وعلينا أن نراعي في المواعيد، في المواعيد كما ذكروا لنا. ونحن اتصلنا بكم وقلنا نلتقي الساعة 9، ورأينا هذه تأخرات، وعلينا أن ننتبه في هذا، فجزاهم الله خيرا. هؤلاء دائما يقدمون لنا النصائح، وعلينا أن نراعي بهذا، فجزاهم الله خيرا. وأشكر كذلك الشيخ أحمد باري على ما قدمه لنا، وهو زميلنا وأخينا، لكن هو حاول حتى قدم شيئا ونحن نستفيد بهذا. والآن نحن كل واحد منا يسأل نفسه ماذا سيقدم للآخرين. إذن هذا الأخ هو قام بهذا العمل، فكر ماذا يقدم لأهل القرآن، ولله الحمد، الله سبحانه وتعالى وفقه على هذا العمل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته يوم القيامة، وكل من يساعده في تحقيق هذا العمل. فالذي أقوله مما يتعلق في التنبيهات التي ذكره هنا ابن الجزري، إذا لاحظنا هو ركز على متن الجزرية. الذي يقرأ القرآن الكريم قبل أن يفتح فمه ليقرأ، وعليه أن يراعي 6 أمور. أولاً المخارج، المخارج نركز على طلابنا في الحلقات في تعليمهم المخارج، لكن دائماً نحن نخطئ في تعليم الأولاد في هذه الحروف، حروف التهجي. فعلى سبيل المثال، الذي لا يتقن هذه المخارج في سورة الأعراف من قوله تعالى: إذ كنتم قليلا فكثركم، الذي لا يتقن المخرج يقرأ هنا: إذ كنتم قليلا فكثركم، كثركم وكثركم. إذا غيرت الحرف فقد غيرت المعنى تماما. إذا ننتبه جدا في المخارج، هذه الحروف التهجي مهم جدا. إذا نؤسس الطلاب تأسيسا قويا. البيت لا تستطيع أن تبني البيت بدون أساس، أليس كذلك؟ لابد بأساس. إذا الأساس هو تعليم هذه الحروف التهجي، الحروف الهجائية. دائما الطالب إذا يعني فهم هذه الحروف انتهى، أنت لا تتعب معه بعد ذلك. إذن مخارج الحروف. ثانيا صفات الحروف مهم جدا، صفات الحروف. مثلا بسم الله، بسم الله، الذي لا يتقن هذا يقول بسم الله، بس وبس تختلف. السين هنا يتصف بصفة الهمس. إذن صفات الحروف مهم جدا. و الثالث
المخارج الأحكام التجويد بصفة عامة. إذن تحاول الطالب يفخم ما يفخم، ويرقق ما يرقق، ويدغم ما يدغم. تراعي الطالب على هذه الأمور كلها، لا تترك له أي شيء. إذا تهاونت أو تكاسلت عن طالبك في مد أو في حكم من أحكام التجويد أنت هنا وتركته وقرأ كما يريد. في المسابقات المحكمون هنالك لا يتركون له أي شيء، لا يعفون له أي شيء. إذن نحاول ندقق على الطلاب ونلقنهم تلقينا صحيحا، هذا الذي أنبه. وبعد هذا الوقف والابتداء مهم جدا، كيف تقف وكيف تبتدئ، نراعي بهذا جدا. ابن الجزري قال في منظومته: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء. إذن فعلى سبيل المثال الذي يقرأ هكذا: إن الله لا يستحيي، وقف هكذا، إذن لا يصح. أو يقول: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا، في صوت النساء. هنا أفسد المعنى، أتى معنى غير المراد. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، تقف هنا. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. أما إذا وصلت أفسدت المعنى، أتيت معنى غير المراد. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا، هل الكفار يقاتلون في سبيل الله؟ لا. طيب نراعي بهذا. إذن وكذلك في سورة نحل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. إذا ابتدأت لا يبعث الله من يموت، فهنا نفيت. إذن نراعي الوقف والابتداء الذي يساعدنا في هذا. عند التلقين الطالب يركز ونركز عليه جدا حينما نلقنه، لكن المشكلة كما ذكر الشيخ عمر الطلاب كثيرون جدا في الحلقات والمراكز، الأستاذ لا يستطيع هو يعني يركز عليهم كما ينبغي. وغالبا الطلاب الموجودين هنالك هم الذين يعلمون الطلاب وليس الأستاذ، هي المشكلة. إذن نراعي بهذه الأمور. فالوقف والابتداء مهم جدا. هناك وقفات مكتوبة في المصحف، الذي لا يعرف معنى القرآن ممكن يستعين بهذا، لكن الذي يساعد في هذا تفسير القرآن الكريم على الأقل، الذي كنا نعرفه أو الذي أخذناه من مشايخنا في البوادي، تفسير القرآن العادي نحاول بهذا على الأقل. لكن الذي لا يعرف المعاني ولا يركز على هذه الوقفات الموجودة هنالك، صلي وقيلي وغير ذلك، ودائما هو يقع في مشاكل في الوقف والابتداء. إذن السادس والأخير: نراعي في إتمام الحركات. هذا ينقصنا كثيرا. إذا لاحظتم حينما يتكلم الشيخ أحمد باري هنا هو يركز على هذا جدا. إذن مثل مالك يوم الدين، الذي مالك يوم الدين قرأ بالاختلاص، فهنا إذن لم يتم الحركة. إتمام الحركات مهم جدا في تلاوة القرآن الكريم، إتمام الحركات. إذن حاول الحركة تكمله ولا تنقصه، لأن بعض القراء يقرؤون في بعض الكلمات الاختلاس. فعلى سبيل المثال إمام قالون أو رواية قالون
في كلمة نعمة هو يختلس هنا. نعمة معا في النون فتح كما شفى وإخفاء كسر العين صيغ به حلا، فهو يختلس في العين لا يتم الحركة هنا، يعني يقرأ يعني ثلث الحركة. إذن نعمة فنعماه، إن تبدوا الصدقات فنعماه، إن تبدوا الصدقات فنعماه، فنعما هنا لم أتم الحركة، فنعما أي إذن الاختلاس معناه عدم إتمام الحركة. إذن نحاول نتمم الحركات، وهذا مهم جدا. الشيخ أحمد باري جزاه الله خيرا على ما قدمه لنا وللإسلام والمسلمين جميعا، فنشكره مرة أخرى. فإن شاء الله تعالى نحن نتعاهد إن شاء الله تعالى أمامه هذه الكتب، إن شاء الله تعالى سنعلمه بإذن الله تعالى، سنعلم هذه الكتب طلابنا في الحلقات والمراكز. فنسأل سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته يوم القيامة. فهذا الذي كنت أريده أن نقدمه إليكم، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. معنا شيخ ما في مشكلة، إننا طلعنا ربع ساعة إن شاء الله. جزا الله المشايخ خيرا. كنا نود أن ننتهي مع الساعة 11، لكن ننتظر وفد، لذلك نرجوكم الانتظار قليلا، وهم في الطريق إن شاء الله سيصلون. هذا الكتاب طبع في فرنسا وسيوزع مجانا كما ترونه. المؤلف سيتحمل تكاليف الشحن وإخراج الشحنة وإيصاله إلينا لنوزعه على الحلقات. وحسب ما عندي هنا الذين كتبوا أسماء حلقاتهم قد نصل إلى 250 أو 270، لا أعرف، بعد قليل سأعرف العدد الموجودون الذين كتبوا أسماءهم. أريد أن أوضح نقطة، نريد أن نخدم أهل القرآن، هذا لا شك فيه، ولكن نريد أن نضع ضوابط رجل ومعايير لهذه الخدمات. والقرآن الكريم يشجعنا على ذلك أو يأمرنا بذلك. لا يستوي القاعدون منكم والمؤمنون، من يقرأ؟ لا يستوي القاعدون منكم غير أولي الضرر والمجاهدون، القائد والجاهد. ولكن ماذا قال الله سبحانه وتعالى في الآخر؟ وكلا وعد الله الحسنى، كلكم لكم الفضل والخير والبركة وما إلى آخره، ولكن لا يستوي القائدون والمجاهدون. والآية الأخرى تقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا متى من بعده من بعده. وهو هنا أيضا القرآن ماذا قال في الختام؟ وكلا وعد الله الحسنى. الكل سيأخذ الفضل والأجر لكن لا يستوون. هذه القاعدة سنطبقها في التعامل مع الحلقات والمراكز. الحلقة التي لا تنتج شيئا سنة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات ما في واحد يتخرج ولا في واحد يستلم شهادة حفظ القرآن الكريم ولا أحد يجاز، هذا لا يستوي مع حلقة يخرج كل سنة 30-40 حافظا أو 10 أو 5 أو 2. هؤلاء لا يستوون. إذن على كل واحد منكم أن يجتهد. ثانيا، هناك حلقات لا نراهم في المسابقات، في مسابقة الترشيح للمسابقة الوطنية لا نراهم. في فرع حفظ القرآن الكريم حتى الآن أظن ما وجدنا 50 مرشحا أو وجدنا في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا الفرع الأول حتى الآن لم نجد 50 مسجلا في هذا القسم، وعندي هنا 280 حلقة أمامي هنا، هذا هو العدد، أنتم الذين كتبتم، أنا أحصيت 280 حلقة ومركز لحفظ القرآن الكريم، والغائبون كثيرون. إذن فلنقل إننا 300 حلقة، إذا جاءت المسابقة الفرع الأول حفظ كامل القرآن الكريم نجد 500 مرشح، 500 مرشح أو 600 أو 1000 مرشح في الفرع الأول حفظ كامل القرآن الكريم، نختار من بينهم 100 أو 50، أحسن 50 من هؤلاء، وهؤلاء سيختبرون في النهاية. هذا الذي نطمح إليه. إنما كنا في 2000 سنة 2000 أو سنة 2010 أو سنة 2020، فلنتقدم إلى الأمام، فلنتقدم إلى الأمام. لا أقول، لكن أنا أعرف هنا بعض الحلقات أسمعها موجودة هنا ما قدموا ولا مرة واحدة مرشحا في حفظ كامل القرآن الكريم. فإذا قلت كل الذين قدموا مرشحا في فرع حفظ كامل القرآن الكريم فليكونوا على يميني هنا، والذين لم يقدموا مرشحا في حفظ كامل القرآن الكريم فليكونوا على يساري هنا، سترون الذين هنا قليلين. موافقون على هذا؟ وممكن نطبقه الآن. لا شيء يمنعني من أن أطبقه الآن حتى أعرف ماذا مع من أعمل. لابد أعرف أنا أعمل مع من. إذا كان عندك حلقة مركز 5 سنوات 10 سنوات حتى الآن ما قدمت واحد في حفظ كامل القرآن الكريم في المسابقة، هناك علامة استفهام كبيرة لابد أن تجيب عن هذه العلامة الاستفهام. لا أقول هذا تحديا ولا أقول هذا تخفيفا من شأنكم، لا أقول هذا من هذا الباب، إنما أقوله من باب تحفيزكم على أن تعملوا بجدية. أريد أن أحفزكم ليس أحفظكم، هناك فرق بين تحفيز وتحفيظ. تحفيظ في القرآن، أما تحفيز بالزاي هو تشجيع، يعني أريد أن أشجعكم على أن تتقنوا عملكم في المراكز والحلقات.
انتبهوا جيدا، العالم يتعامل مع من يتقن عمله. أنت تعرف أن سامسونج أفضل من تكنو، وآيفون أفضل من سامسونج، صح؟ موافقون؟ موافقون على هذا؟ بعد لم يوافق؟ لا، أنا أقول لك سامسونج جالاكسي أحسن من تكنو. الذي يقول غير هذا فليرفع يده. هذا هو الواقع، نحن نعيش الواقع. وأقول لك آيفون أني أفضل من سامسونج جالاكسي، هذا هو الواقع. إذا نريد أن ننتقل من تكنو إلى سامسونج، ومن سامسونج إلى آيفون، هكذا نريد في الحلقات. أنا أعطي أمثلة. ركزوا، سددوا وقاربوا واجتهدوا لتكونوا في الأمام. لا تقبلوا أن تكونوا في الوسط أو وراء، كونوا في الأمام. بالأمس كنا نبحث عن حفاظ، اليوم وجدنا حفاظ. اليوم نبحث عن حفاظ متميزين، نبحث اليوم عن حفاظ متميزين. وهؤلاء الحفاظ المتميزون يخرجون من مراكزكم وحلقاتكم، وليس في الدكاكين أو السوبر ماركت أو إلى آخره، يخرجون من الحلقات والمراكز. وعليكم أن تجتهدوا حتى نجد طلاب حفاظ متميزون. التميز هنا أخرجوا عن أذهانكم المخارج والصفات والغنن والمدود والوقف والابتداء، لا، المتميز في القرآن، في العلوم الشرعية، في اللغة العربية، وفي السلوك والأدب. هنا أيضا معركة أخرى، أظن هذه المعركة أكبر من المعارك الصغيرة التي نتحدث عنها، معركة تقويم الطالب ليكون طالبا قرآنيا، أصعب من تقويم لسانه على الغنة والمد والشدة والتنوين. طلابكم فليكونوا أهل القرآن كما ينبغي في الأدب والسلوك، في الأدب والسلوك. ينقصهم الأدب، ينقصهم السلوك. فانتبهوا، أن تأتي بواحد اثنين ثلاثة خير من أن تأتي بألف لا ينفع المسلمين شيئا. واحد ينفع المسلمين أنفع من الذي لا ينفع المسلمين. إذا انتبهوا وحاولوا على أنكم إن شاء الله ستخرجون حفاظا متميزين في تلاوتهم وإتقانهم للقرآن الكريم، وفي معرفتهم للغة العربية والعلوم الشرعية، وفي آدابهم وسلوكهم وأخلاقهم. هؤلاء أمانة في أعناقكم جميعا، أهله سلموه إليك، قالوا نحن لم نتعلم، أو حتى لو كنا تعلمنا ما عندنا وقت لنعلم، إذا نؤتيكم أولادنا أمانة في أعناقكم. إذا القرآن، العلوم الشرعية، اللغة العربية، ثم الآداب والسلوك والأخلاق. انتبهوا جيدا، كل واحد فليفكر كيف يتميز طلابه. لا تقول غينيا عندهم حفاظ جيدون، لا، قل أنا عندي حافظ جيد. إذا كان غينيا عندها أنت ما عندك، إذن حلقتك فاشلة. فليكن أنت بنفسك عندك، عندي حافظ جيد متميز،
لا تقول عند غينيا حفاظ متميز، قل أنا عندي حافظ متميز. هذا الذي نريده كل واحد منكم، كل واحد منكم يحاول أن يجد طلاب متميزين في هذه المحاور التي ذكرتها في القرآن، علوم الشريعة، اللغة العربية، وفي الأدب والسلوك. لا يعفيكم أحد عن هذه المسؤولية، لا يعفيكم أحد. إذا رأينا طالبا قرآنيا يتصرف تصرفات غير لائقة لا نلومه، سنلوم أستاذه. أستاذه هو الذي لم يقم بالدور المطلوب في الوقت المطلوب أو في الطريقة المطلوبة. ابدأوا تعليمهم النظام، أرض علموهم هذا أولا، ثم النظافة، النظافة أرض. لابد أن تتعلموا أنتم قبل أن تعلموهم. لما قلنا أن تسجلوا أسماءكم هنا ماذا حدث؟ عملتم حلقة للتسجيل. العالم لا يمشي هكذا، العالم يمشي على نظام الصفوف، نظام الصفوف وليس على نظام الدوائر. إذا من اليوم فسائدا لا تتحلقوا، بل اصطفوا واحد وراء الآخر، واحد وراء الآخر أنتم، ثم علموا هذا أولادكم أن يتعلموا الاصطفاف، أن يكونوا في صف، أن يقفوا صفوفا منتظمة. هذا مهم جدا. بعد هذا النظافة، النظافة علموهم النظافة، أمور بسيطة جدا، ليس شيئا يكتب. النظافة من الإيمان، الطهور شطر الإيمان، ليس هذا الذي أقوله. هو رمى ورقة على الأرض، أقول له لا، الأوراق لا ترمى على الأرض، تقف ويأخذ ورقة تريه أين يضعها. أكل وترك الصحن على الأرض، قل له لا، لا تترك على الأرض، خذها إلى المغسلة. توضأ وترك الإبريق، قل له لا يترك هنا، ضعه في المرحاض أو في التواليت أو في مكان آخر. نزع حذاءه ووضع في غير مكانه، قل له هنا. في غرفته علمه أين يضع الملابس والأحذية والكتب وما إلى آخره. رتبه، علمه الترتيب والنظافة، هذا ينقصنا كثيرا. ونرى إذا التقينا هنا نرى هذه الظاهرة. إذن نرجو أن تهتموا بهذه الجوانب. الألفاظ النابية، ألفاظ أبناؤنا في الحلقات يتكلمون كلاما غير لائق، فننتبه لهذا ونسدد ونحسن. أنت صحف، صحح في الوقت الذي يصحح فيه، لا تعلموهم الأدب بالمحاضرات. الأدب والأخلاق ليس بالمحاضرات، إنما بالممارسة، بالممارسة. الذي يشتم، الذي يسب، الذي يلعن، الذي يقول كلاما نابيا ينبه في وقته ويغير. ما قلت تضرب أحدا أو تسب أو تلعن، وإنما قلت نبه وصحه. خطأنا في التربية أن الولد إذا أخطأ ورمى هذه نأتي ونضربه،
طيب خلاص هو ضرب، هو يعرف أن هذا ضرب خلاص أنت، لكن قل له أن هذه لا ترمى هنا، يدخل في ذهنه ويفهم. مرة ثانية ثالثة في الرابع سيكون قد ركز على أن هذا لا يرمى انتهى. أما ضرب 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 لا يفهم لماذا خلاص الضرب لا يصح، لا يؤدب. الإنسان يؤدب بالسلوك وبالتربية، والتربية هنا أهم شيء في الحلقات. كثير من الحلقات ما شاء الله في جهد كبير، والآخرون نرجو أن يهذوا هذوهم. كنا ننتظر فضيلة الأمين العام المساعد ووصل الآن، إن شاء الله يصلي ركعتين ويأتي. ثم إننا وفد من السنغال والسعودية، السنغال معنا شيخ بوسو محمد الحسن بوسو موجود في كوناكري اليوم، فسيأتي بعد قليل مع وفد آخر من السعودية باسم دكتور يعقوب سي، سعودي من أصل كوت ديفوار ساحل العاج، سيأتون بعد قليل إن شاء الله. ننتظر وصول الشيخ إبراهيم. الشيخ محمد با في التليفون. أوكي. أستاذ أحمد با محمد أحمد با محمد أحمد با كبير أن يسيرغو على قاجل الله المتودئون قد كثروا. بعد
الذي وفى. على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني للغاية أن أكون أمام هذه الوجوه النيرة أهل القرآن، فنسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في الجنة الفردوس الأعلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في الحقيقة نشكر فضيلة الشيخ الفاضل شيخ عمر بري بجهوده الجبارة لخدمة القرآن الكريم، الحلقات القرآنية في هذا البلد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. كما نشكر فضيلة الشيخ أحمد بري الذي ألف هذا الكتاب ليستفيد الدارسين والمعلمين من هذا الكتاب لمعرفة مخارج الحروف وغيرها من أحكام التجويد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسنات يوم القيامة. هذا الذي يكون من صدقة الجارية. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا صدقة الجارية فيه كتابة أو حفر بئر ماء أو بناء مركز لتحفيز القرآن الكريم أو بناء مسجد أو غرس شجرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بهذا العمل الجبار يكون خالصا لله عز وجل. فعليكم أن تشكروا الله عز وجل، لأن أهل القرآن هم أهل الله، وهم أيضا خير الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأنتم في الحقيقة إنكم خيرية لحفظ القرآن الكريم وتعليمه للناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا وعن الإسلام خير الجزاء لخدمة هذا الدين ولخدمة هذا الكتاب العزيز. فهذا إن دل على شيء وإنما يدل على بركة القرآن الكريم. فالذي حفظ القرآن الكريم وعمل بالقرآن الكريم، لأن الحفظ فقط لا ينفع، لا بد بالحفظ والفهم والعمل بما فيه. فنحن الآن إن شاء الله نتوقف هنا، جاء الوفد الذين كنا ننتظرهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ويجزيكم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ إبراهيم با الأمين العام المساعد للأمانة العامة للشؤون الدينية، خلاص إذن قال إذن نحول الميكروفون إلى الضيوف مباشرة. أولا ننتقل إلى الدكتور، ثم بعد ذلك إلى الشيخ بوسو. تفضل، كلمة قصيرة توجيهية. كل هؤلاء محفظون للقرآن الكريم،
أمامكم هنا 280 حلقة ومركز لتحفيظ القرآن الكريم. هذه أسماء الحلقات والمراكز وعناوين وأرقام هواتفهم. تفضل كلمة توجيهية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، جعل ذكره حدائق للمؤمنين ومناجاته غذاء أرواح المتقين، والتضرع إليه عز العاملين. أحمده على نعمه وأسأله المزيد من كرمه، ثم الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم أنا فخور أيها الإخوة أن أكون في هذا الجامع المبارك وبين طلبة العلم وأهل القرآن، فنسأل الله أن يجمعنا جميعا في جنته. وحيث أن الشيخ بارك الله فيه قدم لي الميكروفون واستعجلت بأخذه لأكون قبل شيخنا ومعلمنا الله المستعان لأقدمه لكم حتى نستفيد كلنا منه. فالشيخ له جهود جبارة في القرآن الكريم وفي علوم القرآن، وكلنا حري بنا أن نستفيد منه، فهي فرصة طيبة مباركة. أسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين، وكل توجيه يوجهه لنا في هذا اليوم وفي هذه الساعة المباركة ننتفع منها إن شاء الله تعالى. وأقدم الميكروفون إلى فضيلة الشيخ. الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن أصلا هذا المكان ما نريد نتكلم فيه، لأن تكلمنا فيه كثيرا معكم وتعرفون كل ما عندي، وقد سمعنا عن هذا الكتاب نشره وتقديمه وإشهاره وتوزيعه على المستفيدين، فأردنا أن نطلع عليه، وقد تصفحناه الآن ووجدنا هنا أشياء ممتعة ورائعة وصحيحة على حد ما قرأنا من الكتاب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المؤلف ويوفق كل من أعانه في المعلومات والترجمة واستعمال المصطلحات، وشجعه على المضي كل من في مشروعه، وأعانه كذلك على تعميم النفع يعني بالكتاب على الدارسين والمدرسين. إن الله له ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من باب خير الكلام ما قل ودل، استفدنا منهم وكنا نود أكثر، ولكن الحمد لله نستفيد مما سمعنا. ورؤيتهم هو أكبر غنيمة لنا جميعا، وسنتواصل إن شاء الله في المستقبل. نظرنا هناك برنامج آخر وقته قريب الآن، لذلك نعتذر إليكم وسننصرف الآن إلى ذلك البرنامج. فنشكركم جميعا على الحضور والانتظار والإصغاء. هذا طيب دكتور سي يقترح أن نغتنم الفرصة، وجود شيخ بوسو ودكتور يعقوب معنا هنا فرصة كبرى. إذا كان هناك سؤال سؤالين
فيما يتعلق بمهنتنا وأعمالنا. فسؤال سؤالين فقط إذا كان عندكم، وإذا لم يكن فإن شاء الله عبر الإنترنت ولا بارك الله في مشايخنا وجزاهم الله عنا خير الجزاء. وأنا أريد أن أطرح سؤالا، وهو كيف ننجح في تعلم وتعليم القراءات. نعم. شيخنا كيف ننجح في تعلم وتعليم القراءات؟ لا عليكم هذا. الله يرضى. لا تفضل شيخنا. بالله عليكم، بالله عليكم، بالله عليكم، بالله عليكم مولانا. حتى أنا أريد الاستفادة. ما عليكم مولانا. ما عندي جواب. هذا تواضع مولانا. الله يحفظك، بارك الله فيك. معليش يا شيخ. بالله عليكم، بالله عليكم مولانا. من وحيل الله عليك، بالله عليك، بالله عليك. من باب الله عليك. هو يا شيخنا بارك الله فيكم، يعني بما لديكم من طريقة أو طرق في تعليم القرآن وتعليم القراءات، فنريد أن نستفيد بطريقة مختصرة كيف طالب العلم. فضل. وحيث أنكم معلم القراءات. فضل مولانا. فضل. وليس عندي شيء من القراءات. فضل شيخ. فضل شيخ. بالله ما عندي جواب. بالله والله. فضل. ما تيسر الشيخ. فضل. يتعلم من هذه الوقفات أيضا. شيخنا أنا أريد تنبيه. فضل. خبرة في علم القراءة فقط. نعم. دخول إلى علم القراءة. حتى أنا أريد أن أدخل فيه. فضل. ممكن تفيدونا؟ والله مولانا أنت تعيش في البيئة في المدينة. لكن ما أخذت. فضل شيخنا فضل. ما عندك؟ إن شاء الله. والله هو يعني الله المستعان. لا صلاة بحضرة طعام. ولا هو يدافع الأخبثان. يعني الشيخ موجود وشيخ الإقراء والقراءات. أنا وددت أن يجيب حقيقة على هذا السؤال لأنه مفيد، يعني أنا أستفيد قبل أن تستفيدوا أنتم. بارك الله فيكم. فكنت أريد موجزا فقط شيخنا حتى يستفيدوا طلبة العلم. والله مولانا أنت تعرف الذي تطلبه مني عندك ليس عندي. قل له مولانا كلهم كلهم شيخنا. شوف هذا المسجد تكلمت فيه كثيرا جدا. نعم. لكن ليس أمام هؤلاء. كان جيل أجيال أخرى. جيل قديم. تكلمت قديمة منذ تقريبا 4-5 سنوات. فضل. يعني ما هي مثلا الأسس العلمية لسلوك القراءة حيث أنكم سلكتم هذا الأمر قبل ووفدتم فيه خلق. لكن ما سلكته. فضل شيخنا. فضل. أنا أخذ السؤال الثاني. ما في مشكلة. طيب هذا السؤال الثاني. ينتظروننا في يبدو أن هناك خلل فني هنا، فلذلك هناك صعوبة. ونريد سؤال ثاني حتى نصل إلى خلاص. إذا ما في سؤال، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. إذا سنطلب منه على الأقل هذا لا يرد، دعاؤهم هذا لا يرد، فنرجو منهم الدعاء. بلغة القوم. لا هذا ما أدعو بلغة القوم. تفضل شيخ. شيخ الدعاء نفسه وأنت جار النبي صلى الله عليه وسلم. السلام. خلي يدعوك. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى.
اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ونعوذ بك ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار. اللهم اجعل هذا المجتمع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واحفظنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا وأنت رجاؤنا. رب كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، ويا ذا النعم التي لا تحصى أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، اغفر لنا ما لا يضرك وأعطنا ما لا ينقصك. يا وهاب نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا والعافية من جميع البلايا وشكر العافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم شيخ. شيخ سلمان، وبهذا الدعاء نختم الجلسة ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نرجو من بعض الإخوة الذي أنادي أسماءهم بعد قليل. شيخ سلمان.